لكل عرب إسرائيل سلام عليكم. ثلاثة منكم قتلتوا شرطية دروز في الأقصى. فيش ولا حدا استنكر القتل من زعمتكم. إن جنيتوا تسترغلوا كلبنا يستيب وتبزكوا بالساحن وإنتوا بترافوا في دولة إسرائيل أكثر منطقة أمن لإلكم. وإنتوا لما يفتشوكوا عشان تدخلوا للتأمين الوطني وعشان إنتوا بتأخذوا مصاري أكثر من كل يهود. وهيك إنتوا بترجعوا المعروف. أما ليها تحريضية وقتلتوا رئيس الشرطة وتبكوا مش لما يفتشوكوا في الأقصى. إنكم مجانين مش قادرين مستنكروا هذا القتل. وكمان ولا حدا من زعمتكم مستنكر. تستجوا لما اليهود بيشوفكم شريكين للقتال. ممنوع هذا الشيء دل هيك انفهموا اليهود ما تكره الأرض. بس إحنا مش هبل ولما الخرب راح تشتكوا لهذيك الأيام. بدكم تعيشوا في سلام اليهود؟ يلا كونوا سلام. اكتبوا هون انتوا تستنكروا هالكذا لهدا وتسلم.